كان يأتي تأسيس هذا المركز ضمن استراتيجيات المبذولة الدولية المبذولة من أجل محاربة ومناهضة تجنيد الأطفال وخصوصا في إفريقيا، ويحصل لي الشرف أن أكون ضمن هذا الفريق الذي يهدف إلى محاربة ومناهضة هذه الجريمة اللا إنسانية من خلال الأدوار التي سيطلع بها المركز، وهي تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال التفاعل مع الآليات الدولية، الآليات الإفريقية، مع الأمم المتحدة من خلال ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، وتسليط الضوء كذلك والترافع وعدم التأكيد على عدم الإفلات من العقاب، خصوصا مرتكبي تجنيد الأطفال ومناهضة هذه الجريمة الشنيعة، وكذلك لكي تكون هناك إفريقيا متطورة، إفريقيا عدالة اجتماعية، إفريقيا حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن أن تكون هناك قارة متطورة إلا إذا وقع هناك حد والقضاء على هذه الظاهرة اللا إنسانية فعلا يهدد الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، خصوصا نعلم أن تجنيد الأطفال يأتي من منظمات إرهابية أو منظمات مسلحة في إفريقيا تجند الأطفال، يمكن أن يكون هذو الأطفال عرضة للتجنيد ضمن خلايا إرهابية في المنطقة وخصوصا في الساحل والصحراء. فعلا خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان كان ملف تجنيد الأطفال مطروح بقوة ضمن أجندات مجلس حقوق الإنسان، من خلال كذلك التفاعل مع المقررين الدوليين حيث نبهوا لهذه الآفة وهذه جريمة ضد الإنسانية، وكانت هناك ندوات دولية سلطت الضوء كثيرا على هذا الموضوع وهو تجنيد الأطفال بإفريقيا، وهنا دور المركز وهو تسليط الضوء من خلال تفاعل، من خلال ترافع، من خلال مجموعة من آليات لتوضيح لمخاطر هذه الآفة على الإفريقية من خلال انعكاساتها السلبية على تنشئة الطفل، لأن الطفل موقعه وهو المدرسة ليس وتنشئته تنشئة صالحة. سأقول لك أن المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال لديه قسم الرصد، وهذا الرصد يعنى بإفريقيا كلها. فعلا هذا إجراء دولي مهم، وأن هذه الظاهرة ظهرت في هذه القارة الإفريقية، وبذيك المناسبة كنا دائما ندعو لهذا النوع من المبادرات، وفعلا الأطفال يجندوا في بعض الأماكن الإفريقية، وبتدشين هذا المركز وبالعناية بهذا الموضوع الآني نحن بجيت الداخلة نشكر أولئك اللي سهروا على إخلاق هذا المركز.